هل الذهب الملبوس تجب فيه الزكاة؟ وجهونا جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، تكرر السؤال والإجابة عن هذه المسألة، وهي مسألة وجوب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال واللبس. وجاء في الإجابات أن هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فالجمهور على أنه لا زكاة فيها، يعني في الذهب المعد للاستعمال أنه لا زكاة فيه، نظرا لأنه صار من المستعملات بحاجة الإنسان، المرأة بحاجة إلى لبس الحلي للتزين به، فتحول من كونه مالا زكويا إلى كونه مالا مستهلكا للاستعمال كالملابس وكالمساكن والمراكب التي يتخذها الإنسان لحاجته. وإنما الزكاة في المال المعد للنماء، وهذا ليس معدا للنماء، وإنما هو معد للاستعمال. وذهب طائفة من أهل العلم إلى وجوب الزكاة فيه لعموم أدلة وجوب الزكاة في الذهب والفضة، ولأدلة خاصة وردت في الحلي رأوا أنها تدل على وجوب الزكاة فيه مطلقا، سواء كان معدا للاستعمال أو للتجارة أو غير ذلك، نظرا لكونه ذهبا أو فضة. وهذا القول عليه جمع من المحققين وله قوة. الإنسان الذي يريد الاحتياط وبراءة الذمة في يقين أن يزكي هذا الذهب ولو عدا للاستعمال والعارية. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.